أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. السلام عليكم.